روحوا جيبوا الحكيمة. أمي أمي طمني كيف وضعه؟ غايبة عن الوعي، جرحة غميتة. لك وين الحكيمة؟ قلت لكم جيبوها بسرعة. أميرة فاريا تفضلي على جناحك وأنا بلحقك. يا بنات في عندي خبر حلو، السلطانة قسم رجعت لها. ألف حمد وشكر لك يا رجعت لنا بالسلام. بس هي متصوبة، ادعوا لها الله يشفيها. الله يشفيها الله يشفيها يا رب. لليزار خانم، الأميرة فاريا شلون رجعت لهون؟ ما بعرف. بعدين أنت شو دخلك بهالموضوع؟ أخبرني. جرحة خطير أخي. اللي مشان الله طمني. جرحة غميق بس انعمل كي للجرح. شو عم تستنوا؟ يلا عالجوا أخي. لا تخافي، هي رح تقوم بالسلامة. أمنا قوية، قدرت تتخطى محن كتيرة من قبل، وبإذن الله رح تتخطى هالمحنة كمان. أمي التي يرى نورها من خلف الستائر، نورك هو شمس صيفنا الدافئ التي تغلغلت في الروح والجسد. لم يحن الوقت لكي تغادري سماءنا الملبدة بالغيوم. أنت فقط من تستطيع تبديد هذه الغيوم. أنا الشجرة التي نمت وأورقت بفضل شمسك الساطعة. بدونك ستموت جذوري وستسقط أوراقي، ولن يستطيع أي شيء إعادة إحيائي. عودي وأنير الوجود بنورك، واروي ظمأنا لدفء صباحاتك. عودي وأنيري ليلنا المظلم، عودي لنا يا سلطانة. أنا صعب أقدر أعيش من دونك، ما بقدر ابنه. أصحك تفكري تبعدي عني. ما تتركيني يا أمي، خاصة بهالوقت. ما تبعدي عني. أبعد عنك، أنت حياتي وروحي وقوتي بهالدنيا، ما رح أبعد عنك. كلنا موجودين حواليكي ومناح يا سلطانة، وعم نصلي لك تكوني بخير. كمال كيتش منيح، صحي من غيبوبته وصحته عم تتحسن. الله يحميه ويطول بعمره، لولا قوته وشجاعته ما كنتي بيننا. مسكنا الولد اللي طعنك كمان يا سلطانة، ورح يتعاقب عن قريب. لا لا تعملوا له شيء، أنا بقرر عقوب. عقوبته أنا اللي بقررها. نحن هلأ رح ننقلك على جناحك، هنيك أكيد بترتاحي أكتر، وأنا رح أبقى عندك كل الوقت. مو مشكلة، طمنوني شو وضع الحرم لك؟ كل الأمور منيحة، بس الضيفة رجعوها على القصر بعد ما راحت. عائشة، مين بتكون هاي الضيفة؟ فاريا يا سلطانة، ما بعرف شو عملت لسامحها مولاي، بس هي هلأ موجودة بقصر إنجرليك. خلينا نروح على جناحك لترتاحي شوي. تمام، هاتي.
شو أمي؟ طمنيني شلون صرتي؟ منيحة الحمد لله تحسن وضعي، بس الغيم الأسود ما فارقنا لسه، لهيك لازم نبقى حذرين. أنت كوني مرتاحة، وبوعدك بدد كل هالغيم. إن شاء الله مراد. نشكر الله أنك بخير سلطانة. أنت كمان الحمد لله على سلامتك. جنبك سلطانة. سلطانة رح موت، خلاص كل شيء انتهى. تحملي سلطانة، تحملي. بدي تاخذني على قصري يا كمال كيتش، انا ما بدي موت هون. يا سلطانة ما رح اسمح لك تموتي. ربي يمد بعمرك ويخليكي فوق راسنا. أنا مدينة إلك يا كمال كيتش، إذا عم باخد نفس هلأ هاد بسببك. حاشا يا سلطانة، ما سويت غير واجبي. الحمد لله على السلامة كمال كيتش آغا، الله يطول بعمرك ويخلي لنا اياك. شكرا لليزار خانم. السلطانة قسم هي سلطانة شعب الدولة العثمانية كله. كل الحرم لك كان مقهور عليكي. الحمد لله اللي رجعتي لنا بالسلامة يا سلطانة، وجودك بيناتنا بيسعدنا.
يلي له عمر ما بتقتله شدة. بايزيد يا أميري البطل، خبروني إنك كمان ما قصرت أبداً وكنت واقف جنب أخوك. صار لك سنين عم تحمينا سلطانة، وشو ما عملت ما بو فيكي حقك أبداً. مع هيك طلعتك من القصر بغياب مولانا مو قرار صحيح. لو شو ما كان الموضوع ما بيصير تترك القصر، وقاسم غلط. يعني بتعرفي شباب ودم حامي، مع هيك الحذر واجب. وحضرتك ضروري تنتبهي على حالك، أعدائك عم يكتروا. مزبوط، بس الحمد لله أنا شايفتهم كلهم وبعرفهم. أما يلي عداوتهم مخفية فالله يبعدهم عنا. آمين. وكمان هالمرة رجعنا من موت أكيد. مو جديد يا إستر، كل هالسنين ونحن عايشين بخطر، ولهلأ لساتني عايشة وما متت. خليك إيمي لا تتحركي. مولاي اسمحوا لي أنا. حجي آغا إجا لعندي وقال بدك إياني، طمنيني فيكي شي؟ ممكن تفهمني قصة فاريا مراد؟ قالوا لي رجعتها على القصر. انت لا تشغلي بالك بهالامور واهتمي بصحتك. فاريا ما عاد إلى قيمة عندي بعد اليوم. لما ينحل موضوع ايشي جوان رح ترجع على بلدها. ايه تصرفك مناسب. طمني. طيب وقول بهار امتى رح تمشي؟ كون متأكد انه اللي صار هي مو بعيدة عنه بنوب. قلت لك من قبل ورح ارجع اقول لك. قول بهار بتمر فوق التلج ما بتترك اثر. شوف شو صار وقت اجت على القصر. حاولوا يقتلوني ومسكوا للخاين، وقبل ما يستجوبوا قتلوه. ويلي قتلوا وحده من جواري الحرم لك. برايك هاد كله مجرد صدفه؟ مولاتي السلطانة، جرحكم المفروض يكون ختم وشفي بعد الكي فورا. طيب يعني شو لازم أعمل؟ بدنا نفحصه يا مولاتي، وإن شاء الله بنلاقي حل على أكيد. ادخل. مولاتي سلطانة، في موضوع مهم. شو القصة؟ انتبهي يا جارية، انت وين عقلك؟ خلاص خلاص اتركي من ايدك، اطلعي لبرا. فاشلي. مولانا السلطان مراد اصدر قرار جديد، امر فيه بنفي الرهبان الموجودين بالعاصمة فورا. سلطانة كلامها صحيح، وكل الناس المسيحيين اللي بالعاصمة جمعوهم بالساحة ورح يعبوهم بالسفن ويرحلوهم. قرار النفي ما وقف على الرهبان بس، والتجار كمان، يعني كل شغلنا ومصالحنا هيك رح يوقفوا يا سلطانة. ادخل. اهلا وسهلا سلطانة. ما بتتخيلي شو فرحت لما شفتك واقفة قدامي هيك بصحتك وعافيتك. انا بقوى فيكن يا بطلي، انت وامرائي وسلطاناتي. كان بدهم يقضوا علي حتى ما يبقى حدا جنب ولادي. Thank you.
آه يا مراد آه، طول الوقت بقول لك إنه التسرع والغضب رح يجيب لنا مصايب بس ما بتسمع مني. سمعت بقرارك الجديد؟ شوفي أمي، قراري هذا نهائي فلا تحاولي، بنصحك إذا جاي لحتى تلوميني وتحاسبيني. بالعكس، أنت أخذت القرار المناسب لكنه ناقص. كيف يعني ناقص؟ قالوا لي حجزت على أموال وأملاك اللي نفيتهم. أنا نصيحتي إلك إنه ما تصادر شيء، فيك توزعن على باقي المسيحيين اللي على أراضينا وتضمن سكوتهم. وبهالطريقة بتعلقهم ببعض. سلطانة، الحمد لله على أمتك بالسلامة. شفتك بهالحالة شرف كبير إلي. أنا ما حأنسى اللي عملته، ضحيت بحالك كرمال تنقذني من الموت، مع أنه كنت تكره وجودك معي. حاشا يا سلطانة. لا هو هيك، حتى كلامك معي كان جارح. هي سخرية القدر، مراد بعتك لتنقله كل أخباري وأنت أنقذتني من الموت. افتحوا الأبواب. جرح الخنجر بيشفى بس جرح القلب ما بيشفى يا محمد. ما كان مشان أبي. أنا اللي أمرت بإعدام أبوك لأنه كان واحد خاين، غدر بالأسرة الحاكمة وخان الدولة العالية، وأنا ما كان بدي تعرف لأنه كان بدي تضل صورته أنه فارس شجاع بذاكرتك. ما كنت بعرف يا سلطانة، ما كنت بعرف أنه أبي خاين، والله العظيم. ما لازم الأولاد يدفعوا ثمن أخطاء الآباء. أنا ما بدي تموت بس رح أنفيك على مصر لتبدأ هنيك حياة جديدة، ماشي محمد؟ سلطانة سامحيني، ما بقدر قوم لأنه اليوم الصبح رجعت انتكست. طبعا لأنه جو العاصمة ما رح يناسبك. جهزي حالك لتروحي من هون وترجعي على أماسيا فورا. سلطانة لا تعملي هيك، إلكن سنين حارميني شوفت ابني، لا ترميني من جديد بنار الغربة. خليني موت هون على القليلة حتى أقضي آخر أيامي جنب ابني. أنتي أم كمان ولازم تحسي فيني. دور المرأة البريئة فيكي تخدعي في كل الناس بس أنا صعب. أنتي لا مريضة ولا شي، لعبتي هاللعبة لترجعي وقت عرفتي إنه وصايتي انتهت. مو أنا اللي بساوي هيك حركات، أنا بس كرمال ابني. كرماله تحديداً رح تمشي لحتى ما تحرقي ابنك بنار أطماعك، رح ترجعي على أماسيا. Thank you.
شو صاير من الصبح حجي آغا؟ مولاتي سامحيني، اضطريت انه فيقك لانه الموضوع كتير مهم. هاي المسألة بتخص سمعة العائلة الحاكمة. مولاتي، الأميرة ومربيتها اليوم الصبح بكير طلعوا من القصر، وهي المصيبة خلصنا منها كمان، نشكر الله.